ايه المؤشرات او ايه الاعراض اللي لما تحصل الشخص لازم يروح لدكتور؟ هو طبعا بالنسبة للقلب مهم جدا لو في أي إحساس بألم في الصدر أو حتى ضيق شديد في التنفس زيادة عن الإنسان بيحسه مع المجهود، لازم الإنسان ينتبه، بالذات لو عدى الـ40 وبالذات لو عنده عوامل أخرى مساعدة، تاريخ مرضي في العائلة بأمراض القلب، زيادة في الوزن، السمنة المفرطة، أو السكر والضغط اللي للأسف بقوا منتشرين حاليا، والتدخين طبعا من أهم الأسباب. لو كل دي اجتمعوا وفي أعراض، ألم في الصدر، مسمع للجنب الشمال، مسمع للرقبة، بالذات مع المجهود، لازم التوجه لأقرب مركز طبي لعمل رسم قلب وعمل الفحوصات اللازمة لاستبعاد أو تشخيص وجود ذبحة في القلب اللي ممكن تؤدي لجلطة في القلب لا قدر الله. بيتكلم بي بي بنشوف كمان ساعات ناس ممكن تبقى عندها مشكلة بس ما كانتش تعبانة أو الأعراض مش ظاهرة، فهل ده معناه إن أنا لازم أروح أكشف حتى ولو ما فيش أعراض ظاهرة؟ يعني أعمل إيه؟ يعني ده موضوع برضو مرعب شوية. هو التوصيات العالمية الموجودة إن بعد الـ40 يجب أن يكون هناك فحص دوري سنوي، وكل ما السن بيتقدم في العمر كل ما الفحص الدوري بيكون أكثر تكرارا، يعني كل 6 شهور لما الإنسان بيعدي سن الـ50 أو بعدها أو سن كل ست الـ60، شهور لو الإنسان عنده اوريدي مشاكل مرضية وعدى سن الـ60 لازم يعمل فحص دوري متكرر للكشف عن سكر مبكر، لأن في ناس بيبقى عندها سكر ومش عارفة إن عندها سكر، والسكر من الحاجات اللي بتعمل آلام، بتعمل مشاكل في الشريان التاجي بدون أعراض. فممكن إنسان يجيله جلطة ومش حاسس بألم في الصدر نتيجة إنه عنده سكر مش متشخص، ودي من الحاجات الخطيرة جدا. فلو إحنا عملنا الفحوص بدري بشكل يعني مبكر نقدر نشخص الأسباب، ومنها إن شاء الله نمنع حدوث المضاعفات ونسيطر على الشرايين التاجية. يا رب.